السلام عليكم، انا اسمي سعيدة، عندي 25 سنة، ما عندي لا ساكن لا والو، يعني كل شيء حالة ضعيفة. يعني انا غير امرأة طيبة ياك، ودابا بغيت غير الساكن فين نسكن انا، وي كتجي الشتا والبرد، ولدي مريض بالضيقة، ولدي شي عاني من شهر واحد، يعني مريض مي كانش عنده 5 شهور. دابا عافاكم ني شي سمعني او شي حس بي، انا بغيت غير الساكن، ما بغيش والو، يعني مكرفسه انا ولدي بزاف. يعني كنا كنباتوا في الزنقه، وواحد السيد الله يجازيه بخير باش عطانا انايا فين كنسكنو، يعني ما بغيش والو، بغيتكم غير بغيت فيه ساكن وشو العيشه فين عايشه. يعني انا عيت نديباني مع الوقت وهادي، يعني ما بغيتش والو، راه مده بزاف بحال هكا، مده اكثر من عام، يعني راه شحال هادي وحنا كنعيشو في الحاله. يعني عبد ديال هذا جر عنا الزنقه، يعني حرمنا من الحقوق كاملين، صيفط لكم ميساري ما خلى ما دار له. يعني الدري مريض بالضيقه، هذا غير تعاونوني فيه المحسنين، يعني هذا الشيء يعني شوفوا لنا شي حل وصافي، يعني ما بغينا شي حاجه اكثر من هكا. يعني شتو كل شيء بعينيكم، يعني احنا عايشين في بلاصه، يعني كون ما كان السيد نبقاو عايشين في الزنقه. يشوف لنا شي حل، راه حنا مكرفسين انا وياه، انا والدراري في الشتا والبرد، الا ما كانش هاد البراكه هادي مثلا ما يعني ما كان نلقاش فين نعسو، كنعسو بعض المرات هنايا كنمشينا هنايا في بريري كاع صغيوره نتوما كما كتشوفوا. هو الدري عندي هو تا هو راه مريض بالضيق عاني به، هادشي تشوفوا الظروف اللي حنا عايشين فيها نتوما كتشوفوا بالدري باقي صغير. هادي تقريبا حنا دابا قربين نكملوا شهر، انا كنباتو غير حنا في ديك الشجرات، كنا كنباتو غالية في ديك الشجرات، كنجيب مانطا ولا شي لعيبة، وما الغدا ولا العشاء كنجيبوها من الزنقة. ما دابا راه شوي ولينا دابا راه يلا لقيتيني انا طيبت العلب، الغدا باقي ما كملتوهمش، نجيب غير شي تصاور ديالي شي لعيبة، ندير غير الرميد، ما عندي الرميد انا وفات، خصني دابا بس ندخل الدري هذا في الرميد. انا النعسة الاولى قلبوني، والثانية ثلاثة ديال النعسات اللي خلصت فيهم 50 50 ألف ريال. على هذا سيدنا يشوف من حالك، هو الشعب على شي ساكن ولا شي حاجه يعاونونا بها، على ودي تشاو البرد هو جاي وما كنلقاوش كيفاش نعسو، راه كنعسوها في الزنقه بعض المرات، غير واحد السيد هو اللي داير فينا خير، عطينا البراكه هذه تخدم فيها.